جولة جديدة تشهدها أروقة محكمة العدل الدولية لرفض إجراءات عاجلة على دولة الاحتلال الإسرائيلي لسحب قواتها من مدينة رفح الفلسطينية. وطلبت جنوب إفريقيا من العدل الدولية بأن تأمر إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الفورية والفعالة لضمان وتسهيل وصول موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين في تقديم المعونة والمساعدة الإنسانية للسكان في غزة دون عوائق، مشيرة إلى أن التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة سابقاً غير قادرة على معالجة الظروف الجارية بشكل كامل. لم تقف جنوب إفريقيا عند هذا الحد، بل طالبت أيضا باتخاذ المزيد من التدابير لحماية الشعب الفلسطيني في غزة من الانتهاكات الجسيمة التي يتعذر جبرها لحقوقه المسلوبة. ففي ظل استمرار مسلسل الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تحاول جنوب إفريقيا رفقة 8 بلدان انضمت إليها في تضييق الخناق الدولي على الاحتلال الإسرائيلي في ظل محاولة قادة إسرائيل من الإفلات من جرائمهم المستمرة. وكانت نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمالديف وتركيا وأيرلندا وبلجيكا قد أعلنوا تأييدهم وانضمامهم لجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الجولة الجديدة تأتي تزامنا مع إعلان مصر عزمها التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية في خطوة تاريخية لتكون أول مواجهة بعد 35 عاما بين البلدين في العدل الدولية، والتي انتصرت فيها مصر واستعادت منطقة طابة بجنوب سيناء على إثرها.